انه المهرجان اللي يصير مثلا مهرجان عن رمضان، انت حضرتك تريد تسوي مهرجان عن مسلسلات رمضان، اولا اللجنه لازم تشوف كل المسلسلات. طبعا صحيح استاذ؟ طبعا مو طبعا مو باوة. لجنه لجنه تشوف المسلسلات مال رمضان. ما تقدر تشوف المسلسلات يعني مو انا اسوي مهرجان واسوي لجنه خلال 10 ايام، وانا عندي عندي ايش قد عندنا احنا 25 مسلسل. يراد لك ذني 3 اشهر يلا تشوفهن. بحكي غلط لو صح؟ طبعا يحتاج وقت الموضوع. طلع احسن مسلسل، نعم احسن مخرج، نعم احسن احسن احسن. زين طلعت اني احسن ممثل. قلت له منو اللي يختار؟ قال على الانترنت. قلت له يعني على الانترنت انا يصير اسوي فد 10 مرات 20 مره اصوت لنفسي؟ يصير ما زين. اكو لجنه، اللجنه لازم تكون من اساتذه ولا غلط يا صحيح؟ كله صحيح. يعني انا مثلا سامي قفطان مستحيل هو شو اسمه اني اصير لجنه عليه، مستحيل. بس مرات النجاح مبين بدون لجنه يعني هذا ف جيب ايدك مو هو هذا الحكي ثاني. فما يصير اني مثلا اجي واحضر ما ادري شنو وشكرا جزيلا واخذ صور واكو لوجو ما شو يسموه هذا اي سبونسر سبونسر فد 100 شركه تحسه ما يضيف لل لا لا ج... لا لا جد جد ليش؟ ليش بمصر مهرجان القاهرة ما بيه فلوس؟ جائزة جائزة عينية، جائزة كذا، كأس فضي، قلادة ذهب، لغة ها يعني بيها مادة أنت مع أنه يكون أكو شيء مادي ويا تقييم وتقييم صحيح للفنان. موقف سامي قفطان شنو رأيك بي من حكينا بهذا هواية يعني الموقف يعني مع أو ضد؟ أنا مع أستاذ سامي مو على مود الفلوس. للناس اللي ما تتذكر انه قال اكثر ظروف بورقه ما بي لا لا فلوس. اني يعني اني هاي يعني حتى اني باوع اللي القائم على شنو نذكر اسامي براحتك الاخ حيدر النعيمي. نعم. انا قلت له اني معك سوي الهلال الاول والثاني والثالث والتاسع والعاشر وكذا بس لازم يكون اكو تقييم حقيقي تقييم تقييم طبعًا. يعني انا عندما اجيب شركات اخذ فلوس لو ما اخذ اكيد من اخذ هاي القاعه بس هو اكو صارف يمكن يعني ضيوف ديجو من برا لهم اكو انت مكان انت ضيوف ضيوف البرا وقال هالولد قال الرجل انا اشكره جدا زين بس يعني هو الممثل الاول الثالث خلينا نصرف لنا 10,000 دولار على الفنانين العراقيين اللي ياخذون الاول ولا غلط انا داعش قصدك يكون شيء عينيا بس مو انا انت تجي وكذا وانطيك هذا القلاص طب انا عندي 100 قلاص بالبيت مثل هذا وقدر سؤال انا اعرفك انت شو تريد لا والله كل شيء ما اريد الصراحه ولا حقيقه لا انا احكيت غلط لا انت اذا غلط قل لي غلط بس انا ما اعرف انه اكو يعني انا اعتقد انه كل المهرجانات بالعالم ما بيها شيء مادي هذا اللي اعرفه انه ما بيها شيء مادي مجرد هي مجرد شنو ورقه لا لا انت طبعا ادرى الاوسكار شطون مع الفارق احنا وياه يطون ورقه ويطون شو اسمه جائزه ايش قد قيمتها نوبل من يطول العلماء ايش قد قيمتها طبعا لا طبعا هي مو ماده يعني ما اقصد ماده يعني اروح يعطيني 1000 دولار مو هاي لا لا شيء رمزي بس رمزي هي شيء الهلال او ساري مهرجان ساري نعم هي بونس ما الذهب ها قشر ذهب قشر ذهب ألبسك إياها مو تنطيني